ليون نعمان بغالي هلا تبين في البيت؟ والله بس انا ابوي بيت فض حدا يعني؟ لا لا بس انا يلا فوت فوت السلام عليكم شو الاخبار؟ السلام عليكم انا ابني انا الحمد لله انت شلونك؟ شلون الشغل؟ شلون الاوضاع؟ الله الحمد لله ايش ما في غيره؟ لله الحمد والله ماشي ترى اللي كنا عم نحكي موضوع انا ابوي موضوع الشغل وكذا موضوع شو؟ يعني شغل يعني. والله كنا عم نحكي مشان شغلنا مشان المحل ما محل هالشغلات لا والله الحمد لله رزق على الله ايش علي على الله الله يرزقكم ويكملها معكم يا رب المهم يا ابي انا اشتريت قمصان وجواكيت بس المحل لسه بده بضاعه كثيره يعني لازم نجيب بضاعه انت عم تقول لي ما معك وما بدك تجيبها ولا شيء انا الحكي كله ما بفهمه انا اهم شيء اني اعبي بضاعة محلي مظبوط ولا لا بضاعة محل بيصير تكون فاضية مو لازم تكون مليانة مظبوط صح ها لسه بتروح بتجي حجة بتقول لي والله بصير وما بصير وما بصير تصرفه يعني مش حاطط جيبي انا حسب مصراتك مهما كمان خلص لازم ناخذ نعبي المحل اذا ما عبيناه ما بصير ضروري ضروري المحل اللي يتعبى ينترس ما تضل تقول لي هالحكي يا ابني حاجة البضاعة اللي جبتها هلا حاجة يا ابني ما حاجة انت ما بتعرف ما لك بينك والمحل ما بتعرف انت هلا خلص قرب يخلص الشتاء وجايب لي بضاعه شتوي كثير خلص عيفه ما وصلت شت بيروح وما في شيء بضل كله بينباع بعرف بجوز بضل معك للسنه الجايه خلص انت هلا هدول الحاج بكفي نزل لك يا ابني انت ليش تحط مخك شغلات فاضي يا اخي انت ما بتعرف ايش عرفك بالامور انت لك شو انا ما بعرف انت ما بتعرف ايش عرفك ما بتفهم شغلات انت عم تحكي مع ابوك هالكلام انت عم بحكي معك يا عادي لانه ما عم تفهم يا زلمه يعني انا عم بقول لك المحل بده بضاعه وبده يعني لازمه يعني لا تضل تقول لي ما بصير وبصير يعني انت ما بتعرف هالشغلات انا بعرف طول بالك طول بالك ما بصير تحكي مع ابوك بهالطريقه محمد شبه لا خايف ما عم تفهم علي يعني ما بصير تحكي مع ابوك يا محمد شبه يا محمد انا ابوك اكبر منك انا بعرف احسن منك ما بتعرف شيء انت ما بتعرف شيء انا ما بعرف يا حيوان لا تغلط علي قدام رفيقي انا ما بعرف بغلط معك لا تغلط معي قدام رفيقي تغلط عليك وتغلط على راسك كمان بدوس على راسك انا ابوك استغفر الله العظيم الله انا ابوك بدوس على راسك عبالي خلاص بكفي بكفي ما في معي مصاري زيادة انا قلت لك انا بفهم من محل اكثر منك انت ما بتفهم ما بتفهم مين ما بفهم انت انا ايه انا ما بفهم لك حيوان عم ترفع ايدك على ابوك؟ شكرا عم ترفع ايدك على ابوك يا محمد؟ لك شو عم بيصير؟ اخذوا الشيطان يا عمي عم ترفع ايدك على ابوك يا محمد؟ روح يا محمد مثل ما عم تسوي فيني ان شاء الله يا رب يصير فيك يجيك ولد يسوي فيك هيك شكيت امري لله بس ايه هلا ابو محمد هلا شو انا؟ شو اخبارك؟ اهلا اهلا ابو جون يا زلمه ابو جون لا والله هون مرتاح انا ايش الترتيب شلونك شو صحتك اليوم؟ والله يا ابو حميد كبرنا من ايام هيجي تتذكر؟ لسا ما صار يوم بتحس انك اني يومين يا زلمه كنا قاعدين قاعدين تتذكر؟ ايه يا محمد راحت الايام راحت ليش هتصلكم تعرفوا بعض يا ابي؟ والله يا ابني صار حوالي 30 سنه ما شاء الله عمر انت لسه عمر انت لسه كنت ماجي انا لسه كنت شاب المهم يا ابي انا بطلع لعند رفاقي بجوز اليوم ماجي بكره بجوز ماجي بعد بكره يعني على اكيد راح اجي ان شاء الله شوفك يا ابني دائما تنام برا البيت انا مليون مره قلت لك ما تنام برا البيت يا ابي بدي انام عند رفاقي عم اقول لك ما بصير تنام عند رفقاتك شو ما بصير؟ انا قلت لك ما بتنام برا البيت شو ما بدي انام برا البيت؟ انا بدي اروح انام عند رفقاتي واسهر ووعدهم انا بوعدهم يعني بدك تطالعني بدك تصغرني قدامهم؟ ها يعني بتكسر كلمتي ما بدك مو قصدك تكسر كلمتك بس بدي انام عندهم يعني انا قلت لك ما بتنام برا البيت فاهم؟ شو ما بتنام برا البيت؟ لا تعيط يا ابني لا تعيط قدام ضيفة عصي حالك قدامه يعني خلص بلفها بدي انام عندهم عم اسوي حالي قدامه؟ ايه عم تعيط قدام عم اسوي اجواء انا بدي انام برا خلص أبلغ دنا برا يعني دنا برا يعني بدك تكسر كلمتي لما بحكي لك كلمة؟ ها؟ أنا قلت لك ما بتنام برا البيت اطلع واللي بده يصير يصير أنا عم بقول لك ما بتطلع من البيت يعني ما بتطلع إذا طلعت بترجع بالليل بعد العشرة ما بترجع ما بترجع بضل لي 3 4 أيام بضل أنا قلت لك ما في روحة لك شو ما في روحة لا ترفع إيدك قدامي يا أبوي عم تطفش إيدي؟
دفع في دفع دفع كاميرا بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. اسمع ماذا يصنع البر بأهله. له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. من ديتك على أبوك لك؟ من ديتك على أبوك؟ طلع برا هناك قرع يلا على بعض البيت. هات على أبوك داخل مرة تانية لهون. حسبي الله ونعم الوكيل. بس حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم. تتذكر يا محمد؟ تتذكر لما كنت هيك تعمل انت بابوك؟ شوف سبحان الله، ان الله يمهل ولا يهمل. زادت انا من هذيك الايام لهلا ما ارتحت بحياتي كلها. 20 سنة وانا بدخل من مصيبه لمصيبه. شلون يعني؟ ايش بدي احكي لك؟ لا احكي لك. احكي لي لشوف. تزوجت مره ميكانيه. كل يوم نق 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 مشاكل. ولا اشتغلت شغل زباله يا زلمه. اشتغل اكنس شوارع حتى ما قبل فيني، قلعوني منها شغلوني شغلة أزبل. وقف إيش عم تساوي؟ ما نظرت عليك هلا سرعة ميلورو. ما صار شغلي؟ لا لا ما صار. الله يعطيك العافية. طب شو ما كان مشتغل غير شغلة؟ عمي والله هلا ما لازم. خلاص إن شاء الله إن شاء الله غير النهار. تعدي لعنا إن شاء الله بكون لاقي لك شي شغلة. لما الله رزقني وصار معي رزق ما بعرف كيف راحوا. خسرتهم كل الفرن ضربة. انسرق كل بضاعتي وافلست. صفيت على حالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا حليم. ايوه البضاعة ماسكة. شو؟ خسرنا كل شيء. كل شيء بنملكه حطيناه بالبضاعة خسرناه؟ كله خسرنا. كيف المسك؟ والله المسك يعني انا هلا فلست؟ فلست. وبعدها المصائب ما وقف. صار يجوني الديانة يطالبوني بالديون. طلعوني من بيتي انا واولادي تشردلنا بهدلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. حسين عاصي والله حسين. الله توفقنا. صار معك بس حسين بدك تصبر علي. شو تصبر عليك؟ على اليوم وبكره اليوم وبكره. شو صار؟ انت بتعرف وضعك شو مكركب؟ انا ما وعدك موعد يعني اليوم باجي اليوم بكره بكره. ايش بك؟ انت بتعرف وضعي مكركع ما معي حق خبز اكل. والله بس اصبر علي كم يوم. شو عم تقول؟ انا كمان علي مصاريف. عندنا كمان علي اجار ما اجار بيوت لبيوت. والله بعرف بس يعني. طب خلص الشهر الجاي ان شاء الله بعطيك كل شيء بدك اياه مني. بدك تعطيني وقت حمودين. قلت لي الشهر الجاي والشهر اللي بعده واللي بعده بدك تعطيني وقت. خلص وعد وعد مني ان شاء الله الشهر الجاي بتاخذ كل رصيدك. تمام. الشهر الجاي كلمه واحد حق كثير خلص. ماشي حمودين. السلام. يا الله ونعم الوكيل. من وين جبته؟ هو هذا كله مرض ولا مرض؟ ما ارتحت من كثر الادويه، كل يوم تجيب دواء واكله واشرب. قضيت حياتي كلها بالفرشه ومستشفيات ودكاتره. حسبي الله ونعم الوكيل. شو بدي احكي لك؟ انا كله بتعرفه شو يا محمد؟ انا اللي بعرف، بعد ما فات الاوان عرفت انه انا كنت عاق للوالدين لهيك صار فيني. لأن أنا بعرف إن الله يمهل ولا يهمل. رد لي يا ربي بكل هالشي اللي صار معي. فوقها ابني سوا فيني هيك. ما راحت هدر. وأنا طول النهار بدعي يا ربي إن أبوي سامحني عالشي اللي عملته معه. بس يسامحني ويغفر لي لحتى أقدر أرتاح. هذا لازم يكون درس لك بحياتك يا محمد. التعامل مع الأهل هو دين سيرد الله لك. لما بتكون عاق مع والديك رح يجوك أولاد لسه بيكونوا عاقين أكثر منك وبيكونوا عم يعذبوك أكثر من أنت ما عذبت أهلك. فهمت علي يا محمد؟ صدقني ندمان على الشيء اللي عملته مع أبوي. بدي ربي يغفر لي كيف وشلون ما بعرف.
انا بعرف انه بعد ما عملت هيك بس ما كنت حاسب حساب انه راح يرد الدين علي وابني يعمل فيني هيك. سامحني يا رب يا رب، خلي ابوي يسامحني يا الله، اغفر لي يا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.